المعتزلة حينما أنكروا أن يكون الله استوى على العرش، هذا مثال آخر وله علاقة بحياتنا الفكرية والعقائدية القائمة اليوم. حينما أنكروا أن الله على العرش كما قال تعالى صراحة الرحمن على العرش استوى، لماذا أنكروا؟ قالوا لأنه إذا قلنا استوى بمعنى استعلى معناه حطيناه في مكان، والله منزه عن المكان. هذا أيضا جاء من ضيق عقلهم وتفكيرهم. والحقيقة كما يقول أيضا ابن القيم تبعا لابن تيمية أن المعتزلة وأمثالهم حينما يتأولون النصوص يتقدم تأويلهم أنهم فهموا من النصوص التشبيه، فهموا أن الرحمن عرش استوى مثل ما بيستوي الشيخ على كرسيه أو السلطان على عرشه، والله عز وجل لا ينبغي أن يكون كذلك، إذن استوى ليس معناه استعلى. معنى التأويل أنه سبق إلى ذهنهم التشبيه، وإلا لو لم يفهموا التشبيه ما كان بهم من حاجة إلى تأويل. وأنا أفصل لكم هذا لضرورة المسألة. هم فهموا أن الخالق كالمخلوق، من جهة أن المخلوق لو أزيل عنه الكرسي لوقع على أم رأسه. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فإذا الله حينما استوى أي استعلى العرش ليس كالإنسان. ولذلك جاء في كلام بعض العلماء في هذه النقطة بالذات شعر فقهاء فيه علم، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. يعني قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، فهو غني عن العرش أن يجلس عليه، وإنما له تبارك وتعالى صفة العلو. وكما قلت مرارا وتكرارا من آخرها في موسم مضى في الحج، التقينا أو جاءنا رجل من علماء الأزهر فجرى حديث طويل بيني وبينه في هذه القضية. من جملتها قلنا له أليس الله كان ولا شيء معه؟ قال نعم. قلنا هذه نقطة تلاق بيننا لا خلاف بيننا والحمد لله. قلنا له إذ كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ قال لا. قلت هذا هو اعتقادنا. فالله عز وجل لما خلق الخلق بعد أن كان عدما هل دخل فيه وامتزج فيه امتزاج الماء في الثلج أو السمن والزبدة في الحليب، أم بقي مستغنيا عن خلقه؟ قال بقي مستغنيا عن خلقه. قلنا له إذ بقي مستغنيا عن خلقه هل هو لا يزال ليس في مكان كما اتفقنا آنفا؟ قال نعم ليس في مكان. إذن الله ليس في مكان قبل الخلق وبعد الخلق. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي، يعني نتخيله في الذهن، أم هو له وجود حقيقي؟ قال له وجود حقيقي، مكان يجلس فيه الإنسان يتمتع به إلى آخره. هذه كانت الخطوة الأولى في التلاقي معه. وسلسلنا الأسئلة واتفقنا، قلنا فلما خلق الله الخلق هل ظل كما كان مستغني عن الخلق وليس في مكان؟ قال نعم. قلنا لما الله خلق الخلق العقل الآن يحكم بشيء من شيئين، والشرع طبعا هو المرجح. العقل يقول إما أن يكون الله عز وجل حينما خلق الخلق هو فوق خلقه، وإما أن يكون خلق خلقه فوق ذاته،
هل يمكن هذا؟ لم يبقى إلا الأمر الأول، وهو أن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات. هذه الفوقية التي يحكم بها العقل ضرورة هي التي أخبر الله في كتابه وفي حديث نبيه. أما الكتاب فخذوا آيات ما شئتم، أشهر هذه الآيات الآية في العرش الرحمن استوى أي تعالى، ومنها آية نقرأها ونمر عليها مر الكرام ولا نتنبه إلى أن الله عز وجل يصف فيها شيئين. الشيء الأول ذاته تبارك وتعالى يصفه بصفة الفوقية، الشيء الثاني يصف المؤمنين به أنهم يؤمنون بهذه الصفة، فيقول تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني المؤمن حينما يخشى الله إما دائما وأبدا، هذا من صفة الأنبياء والرسل، وإما أحيانا فهو يلاحظ حين يخشاه ويخافه أنه يخاف ربا على العرش استوى. فإذا هذه الآية من جملة الآيات التي تثبت فوقية الله على عرشه وعلى خلقه جميعا. قلت للشيخ ما رأيك، هل أنت تؤمن معي في هذا الكلام؟ قال نعم. قلت فأين المكان الذي تتهمون به؟ المكان هو طبيعة المخلوق، فالله عز وجل فوق المخلوقات، أي حيث لا مكان ولا زمان، لأن الله الآن من هذه الحيثية كما كان. وسلسلنا الموضوع معه، كان الله ولا شيء معه، هل كان في مكان؟ قال لا. فلما تسلسلنا معه في البحث وصلنا إلى نقاط تلاقينا فيها، لكن لا هو شعر أنه أثبتنا لله مكانا، ولا أنا أيضا شعر بأنني أثبت لله مكانا. قلت له إذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يثبتون ما وصف الله به نفسه، منها صفة الفوقية وصفة العلو، أنه معناه حصروا في مكان؟ لكن الحقيقة يعكس تصب، الذين أنكروا صفة الله هذه وأنه فوق مخلوقاته كلها هم الذين حصروه في مكان. والدليل على هذا الذي أقول، ألسنة الناس اليوم، ألسنة الناس اليوم ما بين عالم وجاهل لا فرق في ذلك بينهم، هم الذين يقولون الله موجود في كل مكان، مرماها إنكار ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله، مرماها أن الله ليس فوق المخلوقات، لأنه فوق المخلوقات مكان ما في كما شرحنا لكم، لأنه عدم كان الله ولا شيء معه إطلاقا. فلما خلق المخلوقات، بخلق المخلوقات وجد الزمان ووجد المكان، فهو ما حل في هذا المكان ولا حل في هذا الزمان. فإذا الله مستغني عن المخلوقات بما فيه الزمان وما فيه المكان، فالله ليس في مكان. هي عقيدة أهل السنة أو السلفية بالعبارة الصريحة. أما جماهير الناس اليوم فهم يقولون عبارتين كلتاهما تؤديان إلى ضلال واحد، يقولون الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، ولا مؤاخذة المطبخ مكان وغير المطبخ أيضا مكان، فالله في كل هذه الأمكنة، هذا معنى كلام الناس. الله موجود في كل مكان، في المواقف، في المراقص، في السينمايات إلى آخره. المكان اسم جنس يشمل مكان طاهر ومكان قذر. فلما بيقول القائل الله موجود في كل مكان، يعني هو في كل الأمكنة هذه، الأماكن الطاهرة والقذرة، مع أنه لا يجوز المسلم أن يقول إن الله موجود في الأمكن الطاهرة، ما يجوز أن يقول هذا، لأننا إذا قلنا الله موجود في الأمكن الطاهرة فقد حصرناه، وهو مستغني عن خلقه جميعا، وهو فوق السماوات كلها.